يعني الملاحظة النهاردة إن الرجاء دخل تاني في سباق البقاء في الدوري المصري، ونادي مصر المقاصة بيأكد وجوده في المركز الرابع بفارق كبير عن أقرب المنافسين اللي هو فريق نادي وادي دجلة وفريق نادي الإسماعيلي اللي عندهم 48 نقطة، فارق 6 نقاط دلوقتي مصر المقاصة، فقاعد في المركز الرابع مستريح كابتن إيهاب جلال قبل مواجهة النادي الأهلي بعد توقف الدوري إن شاء الله وعودته يوم 16 أو يوم 17/6 هيكون عنده مباراة مع النادي الأهلي في استاد السويس الجديد. كابتن علاء، كابتن وليد، نتائج كبيرة النهاردة، أهداف غزيرة، يعني مباراة كمان ممتعة لما بتتفرج على مباراة فيها 9 أهداف، مباراة راحت وجت، فأعتقد إن هي مباراة ممتعة لينا النهاردة، مباراة المقاصة وبتروجيت. بص يا كابتن كريم، يعني مبروك طبعا مصر المقاصة وكابتن إيهاب جلال، عرض رائع ونتيجة كبيرة قوي. هارد لك فريق بتروجيت وكابتن رمضان السيد، ما يستحقش الهزيمة التقيلة قوي كبيرة قوي على بتروجيت بأدائه وبإمكانيات لعيبته. صحيح ان اخر 3 اهداف في 10 دقائق بالظبط، ولكن هي نتيجة تقيلة. انا ابتديت كلامي مع حضرتك في اول الاستوديو بكلمة واحدة، فيش اي سبب، ما فيش اي سبب يخلي الفرقتين ما يقدموا لناش كرة ممتعة وتكون مباراة جميلة حافلة بكل شيء. احنا قلنا الكلام ده قبل ما نطلع للمباراة لأسباب كتير. رقم واحد، الفرقتين بيلعبوا كرة حلوة قوي، بيلعبوا كرة هجومية، الاتنين بيلعبوا اي حد، حتى الفرق الكبيرة بيلعبوا معاها جيم مفتوح، الملعب ولا اروع استاد السويس. الجو النهاردة احلى بكتير وفي توقيت 6:30، مفيش اي حاجة تمنع الفريقين ان يقدموا لنا كرة حلوة. وبالفعل قد كان يعني حاجة وجبة كروية دسمة جدا، زي ما انت بتقول لو قعدنا نحلل الاهداف بس 9 اهداف هتاخد وقت طويل جدا، فما بالك بقى 9 اهداف والست تغييرات اللي فيهم كلام كتير قوي، وكمان في نجوم للمباراة كتير قوي. ده احد الاهداف الرائعة في الدوري المصري، يعني لازم نقول بغض النظر عن ان محمد الشناوي كان يقدر يتعامل معاه ولا لا، لكن يبقى للرجل ده تحضيره وتركيزه واستلامه وتغيير تفكيره في جزء من الثانية، يعني دي برضو ما بيعملهاش لعيبة كتير. هنيجي حتى في الهدف الأخير بتاع السيد حمدي هنشرح الأهداف كلها، وحاجة جميلة جدا وفيها شغل عالي قوي. أتمنى يعني بص هنا التحضير خد على فخده، خد القرار، يعني قعد وقت كبير قوي، كان لازم محمد الشناوي يقدر طبعًا يتعامل طبعًا مع الكرة دي. احنا بص اي هدف يا كابتن كريم، يعني وائل فراج امتياز، ايوه برافو، لكن هو الراجل بيلف ولسه بيعمل دبل كيك ومحمد الكرة في الهواء، محمد الشناوي فين كل ده؟ حارس المرمى نديله الاول الامتياز بتاعه، وبعد كده نتكلم على ايه، على الخطأ الدفاعي. يعني مليون في المية ان الاهداف هتلاقي كلها اخطاء دفاعية، وفيها جانب هجومي وفيها جانب دفاعي، يعني دي فيها جانب هجومي وفيها جانب دفاعي من الاثنين السردباكين، اذا كان عبد الحميد سامي او احمد السيد في السرعات بقى في تقدير الكوره، لكن فيها جانب هجومي ان محمد رجب رائع، سرعه قويه جدا، بيضرب الاثنين بسبرنت طويل، بيحطها في الزاويه الضيقه، بيرقص مصطفى كمال بالعين كده بالنظره انه هيحطها له في البعيده ويحطها في القريبه. المهم ان الفرقتين قدموا لنا اداء راقي جدا ومباراه اكنها اوروبيه. اتمنى يا رب، اتمنى ان كل المباريات تبقى زي مباراه مصر المقاصه وبتروجيت، نلاقي فيها 9 اهداف و7 اهداف و5 اهداف، بس تبقى كمان مباراه مفتوحه من الجانبين، ويبقى الفريقين عندهم نفس الشراهه ونفس النهم ده، ان انا عايز اكسب المباراه، ولو جبت جون والتاني والتالت عايز اجيب برضو واكمل، ويبقى الاثنين المديرين الفنيين عندهم نفس الشراهه والنهم وانه يكون عايز يكسب الفريق التاني بهيفي سكور. يعني اتمنى تكون كل المباريات زي المباراه دي. كابتن علاء، مباراه ممتعه جدا، 6 اهداف و3 نقاط لصالح فريق المقاصه، 6 اهداف للمقاصه و3 نقاط للمقاصه. بتروجيت جاب 3 جوال بس ما استفادش بالنقاط. انا مركز كويس جدا يا كابتن، ما تقلقش. انا قلت وعايز اغلطك على فكره. عايز اغلطني مش عارف ليه، بس انت لا، انت مركز. بص يا كريم، وتكمله لكلام وليد، احنا كلنا اجمعنا في الاستوديو قبل المباراه ان هنشوف مباراه النهارده، مباراه حلوه. من دايما احنا بنتكلم على حاله الفرقتين من بدايه الموسم، من طريقه لعبهم، من العناصر الموجوده في الفرقتين، من فكر المدربين الاثنين الموجودين، كل الكلام ده موجود في الفرقتين قدامنا. اثنين مدربين فنيين على اعلى مستوى، مقدمين مستوى ممتاز السنه دي، اللعيبه
اتكلمنا عليهم كتير جدا، لكن احنا دايما كنا بنراجع كافه المقاصه، وان هو دايما عنده البدائل كتير قوي، عنده التغييرات كتير، وحتى اللي بيغير بينزل يعمل الفرق. وحصل الكلام اللي قلناه كله احنا الثلاثه في الاستوديو مع نموذج واحد بس، سعد حمدي. راجل نزل تغييره بهدفين وعامل هدف ثلاثه، يعني هو اللي النهارده يعني المكسب كله النهارده طبعا بمساعده اللي معاه عن طريق سيد حمدي، هو اللي عمل الباص اللي بتاع الهدف الرابع. وهو هتطلع يلا بس يلا لقاء من استاد السويس مع وائل فراج.